ولكن باعتدال تلقى تعبك كله زال. حبايب الحلوين، رمضان كريم. حلقتنا النهاردة أخطاء نتجنبها عند الإفطار، ويلا نرحب بجدو فلتة. أخبارك إيه جد؟ الحمد لله يا حنان يا بنتي، عاملة إيه؟ الحمد لله، منورة النهاردة جدا. ربنا يخليك يا جدو. ازيك يا فلتة، مالك حاطط ايدك على بطنك ليه؟ اه لا، ما تاخديش في بالك يا ماما، الحمد لله انا كويس. مالك يا روحي؟ اجيب لك دكتور؟ الولد ده على طول محسود. اه تقريبا انا اتحسدت. مالك يا حبيبي؟ مش قادر، مش عارف، الحته دي كده في بطني. استنى بس حدد، انت عمال طالع نازل طالع نازل بايدك، انهي الحته اللي بتوجع؟ الجزء ده كله كده. يمكن تكون واخد شويه برد ولا حاجه. برد؟ لحظه استنى بس. برد؟ انا تقريبا انا مبرود. برد يا جدو، ما علينا عشان ما حدش يقول بنتنمر عليك. احنا بنتخمر. انا بعشق طريقه جدو بيقول لما بيجي يقول نهارك سعيد، لما يجي يقول نهارك سعيد يا بنتي. ايوه. كمل كمل يا بنت. يتغزلوا في بعض وسيبوني وانا في العنايه مركزه كده. لا ما يا استاذ خالد، لو سمحت حاول تلحقنا بعربيه اسعاف. لا يا لا يا جدو، بعد الشر على حبيبي. مالك يا حبيبي؟ قول لي وانا اجيب لك كيس فوار. طيب انا حاسس اني سخن باين، مش عارف دايخ وعينيا مزغلله. استنى استنى استنى، ونفسي في القلقاس مش عارف. ولد ايه اللي بتقوله ده؟ استنى يا جدو، انا افتكرت حاجه. اصل امبارح على الفطار يعني الولد ما رحمش نفسه، ولا رحم نفسه في السحور، ولا بين الفطار والسحور. يكونش ده؟ بص بيعمل ازاي؟ بيترعش يا قلبي، بيترعش. حاسس انها عارفين هيغمى عليا كده. ما هيغمى عليك، ما انا هقول لك. بص يا جدو، ايه اللي حصل يا حبيبي؟ اتكلت لقمه وكوعت كده على جنب. انما فلتة ما رحمش طبق محطوط على السفر. انا كنت بنقنق وانا عمال اقول بسم الله ما شاء الله ياكل كده عشان تبقى عينه مليانه. واضح ان حضرتك كده بيت بابا عينه مليانه. ما كنتش بص للقبله وحضرتك بتقولي بسم الله ما شاء الله، مش عارف. لا يا روحي، بس انا بقول دلوقتي يشبع، دلوقتي يشبع. بس انا شايفاك سبحان الله، بقول يمكن عشان خلاص قفل يوم في الصيام، فسيبيه يا حنان، سيبيه ياكل. الله، بس كان الاكل زايد عن اللزوم، ودي من الاخطاء اللي المفروض نتجنبها عند الافطار. يعني كل لكن بدون اعتدال. اه فعلا. مش اعتدال في الاكل. طنط اعتدال ما جاتش امبارح. لا يا حبيبي كان موجود. يا جماعه طب انت قول، انت قول كلت ايه علشان يمكن انا يعني غلطان. يمكن حضرتك ظلماني. طب اتفضل. انا ابتديت يا اصحابي، انا شاهد اصحابي اللي في البيت بقى. انا ابتديت الاول زي كل ما زي الناس اللي بياكلوا اكل صحي. ابتديت الاول بالشوربه والسلطه. حلو قوي. ودمتم على كده وحاجه جميله. وبعدين ببص لك كده لقيت بقى ايه، ركن المقبلات. الله. طب لا انت كنت داخل فين يا حبيبي تاكل في مطعم؟ عد لا ده اكل يا جدو. ما هو كان قاعد جنبك يا جدو على السفره. بس هو بيحب كده يوصف. انت عندك اركان عندك على السفره؟ يا حبيبي هو بيحب يوصف، فسيبه يوصف. يوصف يا بابا. وبعدين اكل ماما حنان احلى من المطاعم اصلا. اقول لك بقى، حب انا التشجيع، شجعني. قول الجمله دي تاني كده، قول الجمله دي تاني. ركن المقبلات من ايد لا ماما لا. حنان أيوة. شيء تاني. الله. المقبلات يا ولد. المشويات يا ولد. لا واحدة المخبوزات واحدة. يا ولد واحده 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 واحده. ده انا في وقت تاني. يا بابا ثانيه واحده ثانيه واحده احكي لكم، بس ثانيه واحده. راح فين الحمام؟ الحمام. استنى ولد. بقول لك يا حنان يا بنتي، قول يا جدو لحد ما يرجع الحمام ويخلص اللي عايز يعمله كده، ربنا يعافيه ويشفيه يا رب ويعدلها له في التويلت. هو انت ليه حطيتي قدامه اكل كتير وقلت له كلي يا فل؟ مش حطيت اكله، حطيت كده السفره زي ما انت شايف يا جدو، بس انا شايفاه بياكل وعمال اقول له كفايه، مش عايزاه يزعل، بس شايفاه عمال ياكل. لكن اهو جه. الحمد لله على السلامه. الله عليك. هو ايه الحمام ده فين؟ فلته كده على طول. صد رد كده. خلص نفسه بسرعة. مش عارف ايه اللي حصل لي ده في الحمام. طب ما علينا. انا الاول دخلت على المقبلات. لقيت لك بقى ايه، سمبوسك على صباعين ممبار. الله. على حوالي نص كيلو سجق. ما تفكرنيش بقى في فطار امبارح. ده كان بس كانت كده ايه، شويه نقنقه كده على بال ما الاكل بقى نفسه نزل. لقيت لك بقى ايه، كرات البطاطس المقرمشه المحشوه بالجبن. يا سلام. اصابع المحشي الملفوف بعنايه. دقت المسقعه يا ولا؟ كانت غرقانه ومنغنغه في اللحمه المفرومه. يا سلام. خلاص احنا مش هنختلف ان اكلي ما فيش زيه. خلاص يا ربنا يحافظ على تيتا فوفا ويبارك فيه. ما فيش زيه خالص. الحمام هناك يا ولد. كمل جملتين، كمل جملتين وامشي.
طب وما أعمل يعرفش إيه فيه؟ حنان يا بنتي ان لازم يكون اكله بوسطيه علشان هو كده. هنعلمه النهارده ونعلم كل الولاد اللي زيه، بلاش ناكل كتير قوي قوي بطننا هتوجعنا، وبلاش نشرب الحاجات اللي هي فيها الوان صناعيه. تعالى يا بابا. اه ياما ياما يا ابني، انا عايز اعرف الحمام ده فين اللي بيخلص في 5 ثواني ده. ياما ياما هو مطرح ما بيلاقي نفسه بيروح. مش قادره. الحمد لله ان الحمام قريب، كانت هتبقى فضيحه في الاستوديو. لا لا بص لا. بقى يا فلته هقول لك انا كلمتين حلوين كده. حلوين؟ ده انت فكرتني بالحلم. هلا استنى ده انا دخلت على الكوره. قول له كلمتين مسكين. شفته؟ عشان يمسكوا بطنه. كان في حته كنافه بالريد فيلفت. لا بقى. لا بقى انت هتفطرنا كده يا بابا. تسلم ايدك يا ابني، حرام عليك. الراجل بيصوم ويعني على كبر السن ده وبياخد علاج ولكن بيقدر يصوم، انت كده هتخليه يفطر؟ ارحم شويه يا بلتا. يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى يا حنان يا بنتي قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني ايه الاسراف في الاكل؟ يعني تاكل من غير حدود، تاكل من غير اعتدال، تضر نفسك، تاذي نفسك، تبص تلاقي نفسك كسلت عن الصلاه صح وطاعة ربنا، صح كسلت عن أداء عملك، ودي من الأضرار اللي ناتجة عن الأكل الزائد، غير أنك أنت ضريت بصحتك. ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيوة يا روحي، أنت هي من نعم ربنا التهلكة، أن بطنك تعبتك، احتجت للعلاج، احتجت للطبيب. وأنت في حالتك وسنك الصغير ده غلط عليك يا بابا. وانا عارفه ان دي نعم ربنا الجميله، الاكل الحلو ده من نعم ربنا. ايوه، فاحنا برضو نعتدل، الاعتدال مطلوب. الاعتدال يا صغنانين ويا كمان يا كبار مطلوب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. وربنا يا حبيبي قال برضو، قال يا ماما حنان ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. لا ده بيبذر بيبذر. يعني انا عيان وكمان بعد الشر بعد الشر عليا بعد الشر عليا بقيت من اخوان الشياطين؟ لا. لا 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 يا روحي، مش احنا قلنا طالما مش عارفين ولسه بنتعلم خلاص خلاص؟ لا ما مش هذاكر ظن الظن ده. واما بنعمه ربك فحدث، فقعدت احدث بقى. لا ده مش تحديث يا حبيبي، ده انت كده فرمطت نفسك خالص. اه والله. لا ما احنا خلاص بقى هنتعلم يا فلتة. إيه ان احنا كمان بنعلم غيرنا دلوقتي، عشان اكيد في صحاب زيك بيعملوا نفس الغلط ان هم يقعدوا ياكلوا كتير. والمشكله كمان اللي انا لسه قايلاها دلوقتي ان هم ممكن يشربوا عصائر ملونه، بس الغلط هنا مش هيكون على الولد بشكل كبير او البنت، لا على ماما اللي ممكن تحط حاجات مصنعه والولد صايم بطنه مجروحة. وكمان في حاجة فلتة بيعملها انه مش بيشرب الشوربة، والشوربة لازم تتشرب علشان بتدفي بطني. ونفطر على تمراية سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اقعد اقول له اعمل كده يقول لي لا، عايز يبدأ بسيد الطعام. ببقى شايف السفرة قدامي من العلطة لسه هركز في شرب، مش فاضي. لا بنزل على طول. بعدين يا فلتة، وبعدين يا فلتة لا تدرج كده بالراحة للمعدة. أيوة. واحدة واحدة. أصل أنا بصراحة كنت فاهم إن أنا لما أكل كتير قوي صحتي تبقى كويسة قوي. لا وتقدر تصوم، يعني أنت فاكر برضو إنك لما تملاها كده وتحشيها إنك هتقدر؟ لا يا حبيبي، هتحس بتخمة وبطنك توجعك. أنا حاسس فعلا. وبعدين ممكن تصاب بمرض السمنة اللي هي التخن، إنك تبقى تخين كده بقى وشكلك غير مرغوب. هو أنا نفسي يملى شوية بس مش عايزاه فعلا يبقى مربرب زيادة عن اللزوم. لا قال لك كرش ولا ظليظ قال لك. أيوة. لا إحساسك بالفقراء يا فلتة لما تاكل كل الاكل ده لوحدك وغيرك محتاج، حتى لو صنف واحد من الاصناف بتاعت حنان الجميل. ايوه ممكن نعمل طبق كده ونشكله وننزله كده لحد ما يحتاجه. يا سلام. تحس انه يا سلام. اه والله يا بطني عندكم حق، وحياة ربنا صح، الواحد لازم يبقى معتدل في كل حاجه في الاكل. ايوه قال حاجه دلوقتي حلوه قوي، بيقول لك كل حاجه. ده معنى كده يا اولاد ان الاسراف مش بيكون بس في الاكل والشرب. ربنا يحفظك يا ماما حنان، شكلك كنت صغننه قبل كده وتعلمتي من نفسك. الاسراف ممكن يكون في ايه؟ في تاني غير الاكل؟ واحد تاني غير الاكل ممكن يكون في الفلوس، اني ابعزق مصروفي على الهيفه والحاجات اللي ملهاش لازمه. ممكن يكون اسرافك في القعده قدام التلفزيون واستخدام الله. وسائل التواصل الاجتماعي، سيمفونيه وهم بيغنوا على بعض، سيمفونيه وده كمان اسراف. ايوه طبعا هيجيب لي تلبك معوي برضه. السهر زياده عن اللزوم حبيبي، الفرجة يعني طول النهار كده على التلفزيون وطول الليل. يا ابني ما هو المسلسل اللي بتشوفه بيتعدس، انت برضه ما بتسيبوش، ما انت شفته.
لازم تشوفه تاني. ايوه صح عندك حق. ده اسمه اسراف. ايوه الاسراف في السهر، الاسراف في الفكر، بيقعد يفكر كتير وافكاره سبحان الله يعني عبقرية. بتؤدي الى الهلاك. فعلا ما بحبش اتكلم عن نفسي الحقيقه. خلاص يا حاجات دي انت من وفي حاجه كمان برضو يا جدو ويا ماما حنان، حضرتك علمتوا حضراتكم علمتوني ان انا ما اصرفش فيها. إيه استخدام يعني؟ الميه واستخدام الكهرباء لازم نرشد الاستهلاك عشان دي نعمه ربنا ونحافظ عليها. آه. ايه يا فكرتيني بحنان، كانت تقعد جنب الكوب تك 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 لحد ما فكرتيني بحنان. يا يا ما حرقت لومط كتير قوي يا واد يا فلت. طب ما تفكرني باللي انت عايز تقوله قبل الحلقه عشان اقول لك تقوله او ما تقولوش. والله يا بنتي هو اللي بيجي على بالي كده بفتكره وانت صغيره انت. طب انا عملت ايه بقى يمكن اكون يكون حاجه حلوه يعني نافعه كده للاطفال كلها؟ يعني حاول يا حاجه حلوه ليكي. اه ما انت حضرتك قلت دلوقتي حاجات كتيره حلوه يا حنان يا بنتي. يعني مثلا مميزة أنا من صغري وهي من صغرها وهي مميزة كانت بتعمل شنطة رمضان للأطفال اللي في المدرسة أصدقائها. مش عايزة أتكلم عن نفسي كتير جدو من فضلك، الدمعة هتفر من عيني. لا يا حنان يا بنتي إحنا برضو لازم نقول كويس زي ما بنقول اللي مش كويس. يعني أنت عارف يا جدو إنك بتقول اللي مش كويس. ارحمه يا جدو. هو جدو بيقول على طول دايما على سبيل الدعابة والفكاهة والمرح. بص انا اتعلمت من امي وابويا اللي انا بقوله لك دلوقتي واللي بنصح بيه كل ولد صغنن قاعد قدامي، اوعى تكون مبذر. ما تجهدش نفسك كده وتقعد تسهر كتير وتفكر كتير في حاجات، فكر في الصح، اعتدل في كل شيء علشان تكون جميل. علشان برضو هفضل اقول في كل الحلقات كل ما كنت جميل وانت مزقرت هتبقى جميل وانت كبير. عملت الملوخيه يا حنان؟ اه يا جدو. امال ايه؟ بص يا جدو انا خرطتها وما نروح بقى ان شاء الله على بص نسي البرنامج ونسي الكلام اللي احنا بنقوله. انا ابتديت اشم ريحه الطشه. اه هو بيقعد يقول لي يا حنان اوعي تطش التوم من غير لما اكون واقف جنبك عشان يشهق. يعني بالظبط كده. برافو عليك يا ولد انت. وبيحب قوي الملوخيه بانواعها سواء كانت ناشفه او خضراء. ايوه فعلا هو عاشق لاي حاجه مزحلقه بصراحه. دي حقيقه. جدو يموت الزحليق. ام سوري جدو. ام سوري. هو انا ما اقصدش حاجه، ما اقصدش حاجه. حضرتك جميل في العادي. بس انا زي ما حضرتك بتفتكر لنا حاجات نفتكر لك. عادي برضه. المهم ان احنا دلوقتي خلاصه قولنا ايوه ان احنا عرفنا واطفالنا الحلوين وفلتر الجميل فهم وعرف واستوعب من الدرس ان هو لا يسرف في اي شيء سواء طعام او غيره. صح يا جدو. صح. اهم حاجه يكون حبيبي فهم علشان واحنا بنفطر النهارده. لا حاضر. انا عايزه احافظ على بواقي الفطار بتاع النهارده لبكره. انا سمعت حاجه كده مش عارف. طب ما خلاص حلقتنا خلصت يا فلتة. حلقتنا خلصت يا خساره. اه والله انا بشكر جدو لانه النهارده ادانا كده درر جميله قوي من الحكم، وبشكر حبيبي فلتة لانه اتعلم وعلم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بشكر كل كتاكيتي الحلوين واستنونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد مع ماما حنان وجدو وفلتة الفنان. اشكركم والى اللقاء. مع السلامه.